كيف أول انطباعاتك و... عام 88 تمام و... نبيها بالتفصيل دكتور. نعم نبيها بالتفصيل. يقول هي أول حجة وكانت ما تسمى ونسميها حجة الفرض. نعم. وكنت الوحيد الذي يعني كنت أعزب في هذه الرحلة. الرحلة أما البقية ما شاء الله كان اللي معها زوجته واللي معها أم عياله واللي معها أمه إلى آخره. زوجته هي أم عياله أمه. والغريب في الموضوع أننا كنا مجموعة كبيرة في وسط ونيت عادي. كيف أخذنا هاك الونيت ما أدري. انطلقت منين؟ من الرياض ولا من الزلبي؟ لا من الزلبي. الزلبي. وكنا الحقيقة تذكر صاحب السيارة وقائدها. أذكر الله يغفر له. سين أذكره؟ أذكره باسمه. الله يرحمه ويحله ويبيح هذا سليمان بن عبد الله الملحم. نعم نعم. سليمان بن عبد الله الملحم ونعم الرجل وكان يعني في تلك السنة يعني كان كريما ومع الركاب وكان متعاطفا وهو الحقيقة ما كان يقود السيارة كان يقودها سائق خاص لأنه ما يقود هو يا الله يقود بالزلفي بس لكن مثل الحج وما الحج صعب فكان اللي إذا مشيته متى ووصلته متى وكم الأجرة والله أني نسيت عاد الأجرة هاك اليوم بس أنها ما هي بغالية يعني والله ضارنا 500 ريال أو حاجة زي كذا لا 500 واجد لا لا ما هي بواجد 88 أنت كم طلعت عام عام 88 إيه عام 88 500 مع الأكل مع إلا يا الله فمشينا نعم. يعني كنا أسرة يعني كأسرة واحدة تمام حتى أن النساء محبة وألفة أي حتى النساء في ذلك الوقت زي ما تقول شالا الكلفة يعني ما هي بكلفة يعني ذا لكن يا تعرف داخل البيوت وكذا ما فيه يعني تشدد وحياء زايد وكذا لكن في الرحلة هذه حتى نحن وإحنا نطوف كنا إحنا الرجال يعني مشبكين على الحريم كلنا دفعة واحدة من الطرائف التي حدثت في تلك الحجة لما طلعنا أنت عارف سابقا كانت السيارة تقف عند الحرم على طول صحيح إيه نعم ما فيها قبل الزحام إيه نعم عند الحرم نعم ولما خرجنا وإذا بالونش معلق سيارة شوفي بعد ونوش في ذيك الفترة يسحبها معلقها اللي بيمشي وكان المشرف على ذلك الونش وقضايا الونشات رجل فاضل من أحد القبائل فجاء صاحبنا سائقنا الله يرحمه ويحل ويبيحه وجميع المسلمين عنده ذكاء خارق وما شاء الله عليه سرعة بديع فأصبح يقول العسكري كذا بلهيته هو يقول العسكري عيب قال العسكري أنت مش عندك أنت أنت مش تبين قال سيف يطيعك قلبك تجر سيارة ولد عمك ترى انت ولد عمي قال سيف سيف ما انا بولد عمك انا ولد عمك انا فلان الفلاني كذا 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 وهو من القبيله اعطاها يعني انهم قال عمر النادي العسكري الثاني قال نزلها نزلها وينادي عسكري ثاني قال وقف عند السياره لين ينتهون هذا اذا انتهوا خلنا نمشون والعشاء عندي والله انه لزم علينا يمسه ترياقنا هاك اليوم يعني نعتذر من هذه من المواقف اللي تدل على اللطافة والتعامل الحسن بين الناس يعني هذه ما كتبت عنها أنت في كتبك ولا في كتابك والله ما كتبت عنها إيه لأن أنا الحين بنعيد أنا بنبش نبش يعني كنت ما أحب أتعرض لها طيب متى مشيتوا مشينا الصباح بدري تمام ومشينا يوم كامل وين عبيتوا بنزين نمنا بالمدينة وين عبيتوا بنزين؟ من الزلفي ومن عقب ما طلعنا من بريده بشوي والله هي مسافة يعني رحت اتجهتوا للمدينة مباشرة هي المدينة من هو يسمونه التميدن اللي ما يتميدن ما حج ما يحج تمام هو صحيح عند بعض الناس نعم وقعدنا بالمدينة يومين كاملين ما شاء الله وحصلت فيه أيضا لي موقف يعني غريب إذا تحبوني أسرده ما عندي مشكلة احنا قال لك نبيها المواقف الغريبة الموقف الغريب أني أنا كنت أعزب تعرفون
وحنا يوم جمعه، فقلت لاخوياي انا تراي بروح، انا ما علي منكم انتم حريمكم تجرجرون وانتم بروح المسجد الا مثلا الضحى وكذا، انا افطرت بروح المسجد ما معي احد ولا شيء. فلحين ما دخلت المسجد، المسجد النبوي، المسجد النبوي طبعا كان مكتظ من الصباح بالناس من الداخل والخارج. خلصت توسعة الملك سعود؟ اي من عام 88 اذا خلصت. اي وينك وين؟ تمام. دخلت المسجد. دخلنا المسجد فاذا بتلك الفتاة مسكينة والله، كانت يعني في حالة يرثى لها، مضيعة نموها، هي عمرها كبير مو بصغير، عمرها 22، ومضيعة نموها ومضيعة الدنيا كلها، حتى انها طرحتها على الارض وعباتها منه وتصيح وكذا. لما راتني هي لما راتني تمسكت بي شيء ما ادري عاد، هي على اساس انها شافتني من يعني من الجنسيه او شكلها كذا وكذا، فلملمت ملابسها وكذا وناديتها وقعدنا على الركن الباب من الخارج. تمام. لماذا؟ على اساس ان ابوها لو جاء يشوفنا. تمام. حاولت طبعا في الاول اني اقول لها قاعديه بروح ادور ابوك، وانا صادق قلت بروح ابحث عن ابوها لانها كان امها تلفونات، ما كان في منادات ولا شيء ابدا، ولا تلفونات ولا من تسال ولا فيه الضايعين ولا شيء، او بالاحرى اني انا كل يوم اجهل هذا الكلام. فامتنعت قالت ابد، وجود الثوب من كذا سبحان الله. فسالتها سؤال الحقيقه هو سؤال واقعي أو سؤال من القلب، قلت لها عسى ما عندك عيال، عسى ما عندك عيال، أنا خفت مسكينة يصير عندها عيال وشيء. قالت لا ما بعد زوجت. قلت لها زين. فمسكت بثوبي فحاولت أنطلق منها أروح أدور أبوها مرة إلين أذن الأول الفجر، لا 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 الجمعة صح، وأذن التالي وصلينا في الخارج في الشارع. كان الاتفاق بيني وبينها طبعا طمأنتها، قلت حنا من أهل الزلفي وهي من بلد حولنا ما هي بعيدا عنا. تمام. ومعنا عوائل ومعنا كذا، حتى لو ما لقينا أموت نحجبت وموديس بيت لا تخافين أبد مرة، وأنا فلان الفلاني وكذا، طمأنت هي حقيقة نوعا ما وهدأت من الجنسية وهدأت مرة. فاتفاق الاتفاق بيني وبينها الوقت بعد الصلاة، بعد الصلاة خلاص ينتهي الموضوع وروحنا وياها مع أخويانا. نعم. هذا الاتفاق. صلينا من الشارع وهم جوت ثوبي، احنا نصلي وهم جوت ثوبي، حتى اني طمنت قلت والله ما انا منهاش ولا برايح ولا سيف اخليس، لكن ولو سبحان الله العظيم كان الخوف مسيطر عليها ذلك في ذلك الوقت. النساء كما تعرف يعني الاختلاط والروح والجيه ما في. صلينا وجينا وقعدنا على المكان اللي قاعدين عليه، اخوياي مروا حتى الحريم منهم أوه ما يسموني باسمي، يعيروني معيارتي بالزلفي، عرست ما شاء الله زي كذا. فيقولون لي احنا بنروح ترى انا متغدى نحتري كله وشلون، قلت لا روحوا بس وزي وحطوا غداي انا ما ادري متى. يوم جلسنا قالت بس نص ساعة، نص فقط، قلت نص ونجلس. يوم خلص النص قالت بعد نص تكفى، نص بس. قلت أخاف تقعدين طول النهار نص ليه ما يقضي النهار؟ الحين انتوا على ما لا خطتني فرصه اروح ابحث عن ابوك. ما وعدت ابوها باب معين؟ لا هي تقول ان ابوي دخلنا مع الزحمه واني ما ادري التفت او طاح مني شيء جيت اخذه، ويوم نظرت لابوي مو مع نفس الباب، ما ادري مع طيب وش يضمن انه بيمر الحين ولا ما؟ يعني لو تبي تشوف يرجع الابعد تبي ترجع المكان ما فقد، حتى لو دخلت المسجد تشوف لك واحد مشوش وكذا يعني قلنا نقول يعني 20% 20% من الموضوع، او نسال الشرطه أو نبلغ الشرطه اللي في الحرم. ما في حراس عند الباب؟ لا ما في، هيك اليوم وحريم ورجال وكل شيء. اي من اول ما في حريم، المهم يوم فجأة له الأبو جايك طائر الله يستر علينا، شافها جاك مثل الصقر اللي منقض على الفريسة، وهي قامت مسكينة وتخام. أنا في هذه تلك الفترة هربت، عقلي ما هم معي خلاص انتهى قفل.
حتى هو ما سلم ما طبعا شاف نغله ما عنده مسكين ما الا ولا قال شيء وهي حتى وانا حتى سحبت نفسك والله قد اما اطمئنيت النفس لقاها فذهبت ويوم جيت وين الاهل وين تعليق عاد العجزي وين الاهل قلت الاهل والله روحناهم بالطائره مع اهلهم الله سألت عدل أنا البنت كريم وعرفت أهلها منهم وعرفت كل شيء بس ما حصل اتصال ولا اتصلت ولا لأن ما لي لزوم ولا شيء الله يوفقها إن شاء الله أنها تسمعنا أكيد أنها من كبار السن الحين وأنها تسمعنا غدية تسمعنا إن شاء الله وأنها راحت إلى ربها راحت إلى ربها طلعتوا من المدينة في اليوم الثاني طلعنا من المدينة ورحنا إلى مكة أحرمتوا أحرمنا من الميقات أي. وكيف كان الميقات مثل جماله الان والله كان فيه يعني شوي مو مثل الحين من أبوه. ولا بالدلو ولا لا كان فيه في كل شيء كان فيه بس انه يعني اسلوب مو مثل الحين متكتك المكان يعني ما شاء الله لا اله الا الله يعني ما في صعوبه ولا في زحام ولا يعني اقصد ما الزحام موجود لكن الاماكن الكثيره هي تجعلك تحرم يعني إذا تتغسل أو تتوضأ بهدوء وبراحة تامة تمام. ليس في ذلك الوقت وذهبنا إلى مكة ونصلينا ذاك اليوم طيب الطريق أبو عبد الله قبل الطريق ما كان طريق سيد واحد سيد واحد إيه كان سيد واحد وفي هل فيه إبل في 88 ولا إيه ما فيه إلا فيه إلا فيه إبل الدنيا والله يعني كانوا فيه يرحلون يحجون على إبل في ذيك لا ما شفنا أحد عاد الحقيقة ذاك اليوم على إنما كلهم على السيارات لا ما كلهم لأنه مسافة من مكة إلى المدينة من المدينة لمكة الطريق الأول ومن القصيم إلى إحنا نركب من القصيم ما بعد زفرة الخط من القصيم إلى المدينة ما زفلت إيه حسب المطين يعني طلعتوا نص الطريق بدون زفلت لا من الزلف إلى بريد هاك اليوم كان مطين توهم يعني ما بعد بس ما في زفلت لا ما قصته طويلة ومن بريدة إلى المدينة زفلت بس إن السيد واحد ضيق ويمر بالمدن كلها والقرى وها طلعتوا الحين من المدينة إلى مكة إلى مكة أحرمنا ومشينا إلى مكة لين وصلنا مكة لما وصلنا إلى مكة قعدتوا يوم كامل نص يوم إيه لا يوم كامل يوم كامل إيه يوم كامل بعد وذا لأنه وهم زفلة الطريق وسيارة زينة بس الطريق ضيق ضيق وسيارة ما تسرع ما تقدر تسرع ما تسرع السيارة هي أصلا ما تسرع ما تقدر هذا اليوم الرابع يمكن الرابع نعم أو الخامس لا الرابع لحن قعدنا بالمدينة يومين تمام يوم من الزلفي للمدينة ويوم ويومين قعدنا ويوم مشينا وصلتوا مكة كانوا من أول الناس ما يطلعون إلى منى لو وصلوا لمكة شلون ما يطلعوا المنى على طول يعني إيه؟ بعد العمره إيه؟ ما تطلع المنى على طول في إيه؟ لانه فيه وقت لا فيه مكان الابطح ينزلون في الابطح اي نعم يخيمون قبل يروحوا المنى فيها يستاجرون حوشة على اثر يستاجرون حوشة ذيك ما حوشة ولا خيام احنا معنا خيام طقته خيام اجل اي نعم باقي على الحج ايام اي باقي شوي هناك اليوم يمكن الله اعلم يوم خمسة كذا أربعة بهالحدود حصلت عاد القصة اللي وقفنا سيارتنا وجانا الونش اللي قلت في العمرة ايه خلصنا العمرة وطلعنا للأبطاح وخيمنا جلسنا لين يوم ثمانية ايه يوم ثمانية ايه نعم رحنا المنى ومنى كاليوم كل واحد كل من ايده له كل واحد وخيمته ايه وتنزل هنا ولا شلو ما تنزل ممنوع ما ممنوع المهم ان احنا في ممنوع وغير ممنوع ايه في محلات يعني فيها ممسوكه يعني يسمونها محلات ممسوكه ايه محلات اما المطوفين ولا الغير المطوفين يحطونها مخيمات قعدنا بك المسال الحمد لله ما جانا احد ما قال احد شيء خيمه النساء من هنا وخيمه الرجال من هنا من الطرائف من اي موقع نزلتوا منى والله ما ادري وين هو منى منى ولا منى لا منى اسم امراه منى اسمها منى موقع المهم يقول واحد من من وقف قالوا اسم بنتك قالوا اسمها منى اللي اسم بنتي اللي ينزلون بها الحاج المواقف الطريفه يا ابو الوليد المواقف الطريفه كنت قاعدين بعد الظهر وانت قهوه وكنت اصب القهوه انتم الحين في منى ما انتم في نعم في منى خلاص مروقين المهم خرجت بنتين من الحريم اللي تبعنا من خيمها اللي قدامنا
طلعان وقلت أنا في خاطري لا يضيع لا يبن يعني يعني زي ما تقولي يطلزن عصب هنا وكذا يتمشن شوي أو بيجي بالماء بس هن ما بيجي بالماء هن اللي نجيب الماء أثرهن قاعدين يدورون على الخيمة إيه طولا المهم منهم يوم خذ شوي ودفن كذا قلت ناظر لي واحدة منهم وأسمعها تقول هو وين الباب وين بابنا اللي طلعنا منه باب الخيمة إيه على اساس العلاقه كانت يعني زي ما تقول ما هم مثل الحين نعم. وقوم قلت هو انت على بال سنتين تطوفون على الكعبه قال هو انت شايفنا تكفى لا يدري حد طلبه لا يدري حد يدورون الباب بترد وراهم على دور الباب انا قلت استعدادا للمشي في نعم قلت هذا باب الخيمه كافي ترك بحرج ما تقول لحد لا ما قلت له قلت اسمات وذا ما بدا ثم القصه والله انها طريفه ما احد سبه معي الا ما يطلد الاعصاب اي ما ادري ما كنت دور باب رحنا عاد تعرف العرفه ومن عرفه جينا المزدلفه قعدنا الى بعد منتصف الليل رحتوا العرفه طيب عرفه كان فيها صعوبه وفيها والله فيها صعوبه كل يوم صعوبه الوصول اليها والخروج منها تمام صعوبه كم فيه مشارع اثنين ولا واحد الا اثنين وبعدين فيه العسكر وفيه ذا لا كانوا الناس فوضويين يعني الأجانب وكذا ما كانوا مثل الحين في التنظيم وكذا في صعوبة الوصول وفي صعوبة الخروج طب ما عند الأرض واسعة ولا ما أخذت وضربت غراز وين واسع غرز نعم غراز وين يطلع ما يطلع اختيت سيدي وحيد سيدي واحد ما بعد سيارات زي ما تفضلت يحاولون منها اللي يدعون انهم ذا بيطلعون منا ومنا يغرزون المسؤولين يخافون يطلعوا يبي يهلشون او يبي يغرزون وكذا فيبلشونهم وخاصه معهم حجاج وكذا فكانوا حاصرينهم مع طريق محدد هنا جينا في مزدلفه وجلسنا فيها الى بعد منتصف الليل وقمنا ودخلنا الى اسمها الجمرة ورمينا الصباح وبعدها دخلنا إلى قالوا لنا ما يدخل عشان قعدنا طواف الإفاضة ما في تنظيف مثل تنظيم من الحين يعني الآن تنظيم أو التنظيم منظم الحج من زمن بعد الرمي لا قصدي تنظيم السيارات الحين مثلا أنت جيت مع حملة صالح الحمد يعطونك هناك نظام باسمك ومتى تروح ايه مو مثل الان صح هاك الحين كل من ايده له الحين منظم اكثر منظم ما يتحرك الا باذن الوزاره يتحرك الا بوقتك عندك وقت فرحنا ووصلنا الحمد لله الحرم وطفنا وسعينا اللي هو طواف الافاضه وكذا وجينا وكملنا بقيه حلقتوا الاشياء حلقتوا بعد الرمي ولا بعد نعم التحليق لا التحليل رحنا على طول من الجمره على طول على الحرم وجينا وقعدنا نحلق بعضنا بكل يوم كل واحد حلاقين من اول ما في حلاقين طيب بعدين رحنا لما ذا ووصينا واحد نشمي والله نشمي واعطيناها فلوس وراح وجاب لنا اللي هو جاب من اللحم واللي تصدق به ووزعه واشرف عليه يعني ما ذبحتوا بانفسكم وشاهدتوا في المصلحه زحام وكذا اعطينا الفلوس قلنا احنا عند الخيمه يجونك يبيعون لا 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 رحنا لما راحوا ذا وقلنا لنا الشبك قلنا ايه قلنا جيب لنا شيء ناكله جيب لنا شيء خذ لك حمالين وجبها جاب لنا والله اربع ذبايح مدري خمس والباقي وزع كم كانت الهدي؟ رخيصة كل يوم 80 او كذا 80 ريال ايه والحمد لله هذه اول حجه وحصل فيها ما بعد خلصنا الحين تونا في الهدي نشوف الرجعة بعدين وش سويت وانهينا انتهيتوا من الحج ورمي الجمرات كيف كان رمي الجمرات والله كان مسقوف هل في كوبري ما في كوبري صعوبة زحام بشكل بدون جسور لا ايه ما في جسور لا الجسور تورا لا الجسر اقصد جسر كان في جسر قبل لا في زحام شديد وفوضى فوضى من الناس أنفسهم يعني كانوا فيه الحقيقة العسكرة كل يوم لكن ما عجزوا يسيطرون على العالم الهمج فيه ناس انهمج والحريم يا الله حطين عليهم كذا ويا الله جميع اليوم كنا يمكن تصف يا ابو عبد الله الجمرات طبعا مكشوفه في واحده منهم
كانت إلى الجبل. نعم. جمرة العقبة. العقبة أي نعم. لاصقتها في الجبل. أي نعم. وشلون كنت وشلون رميتها وشلون؟ والله إحنا كل يوم. يعني طبعاً ثلاثة أيام أنت رميت ولا؟ لا على طول. متعجلين. جينا من جسم من مزدلفة على طول. هذا اليوم الأول. وش ونحنجينا يعني لأن في يوم العيد. إيه لأن اللي جو عقب نضح يشكون الويل والثبور عن ما يقولون. إحنا جينا بدري. أنت بأخو أنت في تالي الليل قبل الفجر. إيه إحنا جينا قبل الفجر. إيه خفيف. ما في زحمة. إيه ما. والله في الأيام الثانية اليوم الثاني والثالث. لا هين عاد صرنا ما عاد نجي إلا بالوقت المتأخر شوي. شلون الناس لأنهم الناس يتجمعون في البداية. نعم. يجمعون ويصير زحام لكن زي يركبون الزوال قبل العصر وكذا يركبون الزوال إيه. من أول يركبون الزوال ما تربي قبل الزوال ورمينا وخلصنا ورحنا وطفنا طواف الوداع كان طواف الوداع والله بعد أيضا في زحام شديد وكذا أتممتوا الحج كامل اي ولا الحج إيه ولا تعجلتوا ما لا تعجلنا لا لا ما قعدنا لا لا ثاني عشر على طول وينك وين وطلعنا برضو على المدينة لكن ما توقفنا في المدينة قلنا حنا متميدين طواف الوداع كان سهل و... لا لا ما هو بسهل زحام والسيارات نفس الشيء زحام زحام والسيارات كانت مثل الحين عند الحرم والعسكر مساكين المطاف ضيق ايه ما هو مثل الحين شلون كانت الموية شلون تجيبون الموية من بزابيز الموية بزابيز من منها ايه ايه نعم فيه وقرب ولا كانت والله كان معنا قرب هي هي اللي تقدر تجيبها ومعنا قدور على اساس اللي للغسيل وللطبخ اي معكم مثعوبه كل شيء ومن كان يتولى الطبخ والله حريم معنا نشامن طيبين الحريم ولا انتم لا 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 الحريم يا الله يشيل والله الحريم حج وما ادري شيء كذا مسموح يتولى الشباب رجال والله رجال اجواد والله او الناس اللي يجيبون معهم كانت كبسه ولحم رز لحم وكبسه ظهر كل الشغل عليه ايش كان ايش كان اسم الكبسه ذيك الايام ها ايش كانوا يسمونها طبيخ ولا وشي وش يسمون الغداء والعشاء الغداء والعشاء غداء طبيخ ولا يسمونه طبيخ يسمونه ممكن يقول عندك طبيخ قال ايه قال سوي لنا طبيخ اللي هو الرز لانه ماخوذ من الطبخ نعم ايه ولكن احنا جايبين معنا قرصان ايضا تمام وفي تنويع يعني اكلات واجد يجيبونها معنا جريش يجيبون كليته وفتيس مره موجود وقرصان احيانا قرصانه الظاهر واللي يضبطها نفس الشخص اي نفس الرجال واحد معين لا 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 شباب ثلاثه منهم يتعاونون فنانين والله ما عليهم طباخين ما شاء الله ماهرين ما طبخت انت لا انا 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 هو العزب الوحيد اللي كان يشتغل عليه انا ياكل ويصب القهوه ياكل فشه قرصتك فيه ويوصونه يصب القهوه والقهوه والشاهي موجوده اي موجود كلش موجود معنا قهوه والشاهي ومعنى طرخ يعني يسمونه طرخ يعني بزيادة تمام وكل شيء متوفر والله الحمد ونطبخ ونعطي الحريم يتقدم تخيم يا دكتور كان كان خيامكم معكم وكان إيه معنا إيه مو مثل الآن لكل شيء لا لا خيمتين معنا خيمتين واحدة للحريم واحدة للرجال طبعا حقة الرجال مفتوحة مرة ومشين أنتم في الصيف ولا في الشتاء ها في الصيف لا في الصيف شوي حر. بس إنه مو بحر مرة بدايات ولا إيه بدايات 88 بدايات ما يعادل 410 413 يعني مناسب له بذاك الحر ولا هو نعم وانهينا ولا عام قلنا لك 36 من 80 هجري ولا لا ايه يا جميل هذه رجعنا مثل العام اللي بيجي او العام اللي بعده 88 مثلا 33 60 سنه 58 تقريبا بالميلاد رجعنا عاد على الطريق الثاني على ما رجعنا على المدينه رجعنا مع ظلم على الدوادمي على 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 نجينا مستشفى الدوادمي اذكرها كاليوم كان له سور على ظلم شلون شلون عبد الله مستشفى الدوادمي كان له سور زين ومرلبق عنده ونضبط الغداء ظلال السور اي عند السور هذا في شجر حصل عاد في بعض يعني طلعتوا من مكه ما وقفتوا الا في الدوادمي اي مره ودعكم كان صباح طلعنا من مكه الفجر
وقتكم زين. جاء عقب صلاة الظهر وقفنا عند السور ذا وصلينا وقعدنا وطبخنا غدانا. فيها شجر وفيها زين. إيه لا حلو مكان موقع حلو. حصل في بعض الطرائف الحلوة في هذه المسافة لكن غير قابلة للنشر. لا 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 مسموح مسموح مسموح. أكيد فيه حمار ولا شيء. لا لا هي بس غير قابلة للنشر. اللي تمس الناس ما أنا بيها. لا ما عيب. موقف يعني. في نوع ما يعني ها. طيب خليها برا الهواء. إيه برا الهواء عاد ما يخالف. إيه لكن وصلتوا الدواد ومشيتوا مرة ثانية. صلنا ومشينا ويوم ما مرحنا إلا مرة ما بقى على الزلف إلا نص كيلو أو كذا. لكن هك اليوم الناس ما يسمونه ما تهجد. إيه صحيح. لازم تنام. تبع للسنة كل أفعالكم. إيه بعد الحين لازم تنام والصباح. فنمنا ونزلنا فرشنا ونمنا قبل البلد يمكن كيلو أو نص كيلو بالكثير. والصباح قمنا وتقهوينا روقنا وعاد كل واحد نوزعنا السائق جزاه الله خير. تمام. والحمد لله. وما ما طلعتوا بقفر ولا بشيء من إلا جبنا معنا. جبتوا القفر. ما تعرضت لهذه يا أبو عبد الله. والله القفر كل حنا عددنا كبير. إيه؟ عددنا حنا اللي كنا في الونيت والونيت ما يشيل. وش هو القفر؟ قفر لحم تنشفناه هناك. ايه القديد. طبعا اللي نشفوا عدد محدود منا ما هو بكلنا اللي اذا قطعوا. وشلون سووه الحريم قطعوه ولا ايه الحريم اللي قطعوه وجبنا ملح وملحوه ونشرناه ايه برا. الشريح احنا نسميه شريح. احنا نسميه القفر. شريح ولا القديد. طبعا ما هو كلنا يعني اللي في المجموعه هم اللي حرصوا. وانا حطيتوا حبال جنب الخيمه. ايه حبال كذا وعلق ومع الملح ينشف على طول. بل في لحم كان معنا كلناه في الطريق بعد. ما خاص ولا الحمد. يعني طبختوه في الدوادمي قفر. لا لحم. ما جاء ملح ولا شيء بس إنها. هذا آخر يوم ذابحين. إيه آخر. هذا مطلع ريحة ولا. لا لا ما بدون. ما الحمد لله الجو كان زين وكانت معلقة بالسيارة ويضربها الهواء. ما ايه والحمد لله كانت حجه الحديقه من حجه الفرض حجه يعني كانت جميله جدا ممتعه جدا. احنا استمتعنا هالحين والله انها مواقفها مواقف حلوه كانت جميله جدا. حجينا ولا الحمد عاد بعدها عده حجات والحمد لله عسى الله يقبل منا ومنكم اخواننا امين امين. قبل ما نطلع من عندك ربعك كلهم رجعوا بدون ناقص وبدون ضياع وبدون اللي معنا ما ضاع احد لا الحمد ولا ضاع احد يوم ولا ساعه مره كل الضياعات صارت على الاخرين. وحنا مزدلفه في واحد شو اسمه سوري الله يذكره بالخير معكم حاج لا ينادي يقول شفيقه زمزميه سلمان رخيص ضايعين بالميكروفون معنا واحد اسمه نسميه بالزلفي هو سليمان نسميه بالزلفي سلمان كذا وسمينا سلمان الرخيص راحت فيه طول الليل ما خلنا سلمان الرخيص أصحابك يدعوك كان الضياع بشكل رهيب ترى العهد إلى هالحين والناس فيها ضياع إيه فيه لكن يعني تحسنت شوي عام 16 لا الآن فيه محلات يعني حتى لو ضيعت أحد مثلاً أو ضيعت حتى لو ضيعت أي شيء تروح في محلات خاصة مثلاً ذكي الشرطة لو مسكت طفل مسكت مثلاً حرمة ضايعة يودونها محل الضياع تقعد بمعزز مكرم بعد هي واحدة الثانية تشرب إيه لين يجون هالة التطور يا أبو عبد الله إنك إذا جيت تدخل الحرام فيه مكينة وتروح لمها وتحط السوارة تطبع لك سوارة عليها الرقم وعليها كل شيء تحطها في مثلها متى ما ضاع وانفقد هالطفل عليه الرقم وعليه السوارة وعليه يعرفون إيه؟